أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى من بعدهم إلا
كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم قول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاء الأنباء يوم
تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.